توضيحا للكلام، بس الاسلوب توضيحا برضو. للكلام ان كان في يعني اقوال ان التمثال مكسور لثلاث اجزاء. كان من ضمن الانتقادات ان التمثال كسر لثلاث اجزاء. هو دكتور بيحاول يوضح ان كان ان كان في هو التمثال مكسور لجزئين، الراس وبقيه الجسد. يعني ده بينافي قول ثلاث اجزاء. اما كيفيه الكسر، الدكتور برضو حضرتك تقول لنا كيفيه الكسر، يعني الكسر ده متعمد ولا أيوة. ولا ليه ليه التمثال مكسور؟ هو ده مكسور ليه؟ عشان قبل 1500 سنه في عصر الروماني، وبعدين كمان في عصر الفاطميه، وكمان في عصر المملوكي، مملوكيه لا مملوكي مملوكي يس المعبد اون زي محكر لبلد مصر. كانوا بياخدوا الحجاره نفسها سمعنا وتبنى بيها بيوت وكنائس. ايوه باب الناصر، باب الفتوح، باب زويلة، مسجد سلطان حكيم، كل ده بتاخدوا الحجر اللي موجود في المنطقه دي. ايوه ولكن كلهم ما شاء الله مش عايزين عايزين حاجه جيري بس. عشان كده هم شال حاجه رخام. انت شلت الاثر ازاي؟ شلت التمثال ازاي النهارده والراس قبل كده؟ يعني موضوع الونش او اللودر ده كان الاسلوب الوحيد؟ يعني كان في حل تاني ولا لا؟ عشان ده كان المكان كان صعب جدا، عشان قريب عن البيوت. والبيوت الاساس بتاعهم ضعيف جدا، عشان الميه كمان قوي. يعني ده قريب عن البيوت وخطر جدا جدا جدا. وعشان كده الكتا صغير ده ما فيش مشكله، الكتا صغير ما كانش في مشكله، الكتا كبير، الكتا كبير المشكله. والحمد لله مع كل الخبر بتاع كتا ترميم من مطريه، وقطاع ترميم بتاع متحف مصر الكبير، والخبر من متحف عند التخير، كلنا سوا عمل حاجه جميله النهارده ونجحنا.